تاريخ النشيد الوطني المصري. الأستاذ رامي سلطان مؤسس جروب يلا نغير النشيد الوطني على الفيسبوك. حملة مستترة لتغيير النشيد الوطني المصري، وأكبت انتشاراً ملحوظاً على الفضائيات لأغنية النشيد الوطني القديم إسلامية مصر بصوت المطرب محمد محسن الذي كتبه مصطفى صادق الرافعي ولحنه صفر علي. الحملة انتشرت على فيسبوك وتويتر وانتقلت إلى بعض الصحف في موضوعات عن الأناشيد الوطنية لمصر في مراحل ما قبل نشيد بلادي الذي لحنه سيد درويش وكتبه يونس القاضي ناقلاً مطلعه من خطبة للزعيم مصطفى كامل. الأغلبية من دعاة التغيير دعت لإعادة النشيد القديم إسلامية مصر، والبعض رشح أغنيات أخرى مثل يا أغلى اسم في الوجود. أغلب الرافضين للنشيد بلادي اتهموه بالمط والطول المبالغ وببطء اللحن، ووضعوه في مقارنة مع النشيد الوطني الجزائري قسماً الذي كتبه الجزائري مفدي زكريا ولحنه المصري محمد فوزي، ويعده البعض أفضل نشيد وطني في العالم. ومعظم المصريين لا يعلمون أن السلام الوطني المصري يعد من بين الأقدم في العالم، حيث بدأ في عصر الخديوي إسماعيل سنة 1869، وكان لحناً للموسيقار العالمي الإيطالي فيردي ملحن أوبرا عايدة، واستمر سلاماً وطنياً لمصر حتى سنة 1923 حين استبدلوه بنشيد إسلامية مصر، إلا أن الملك فاروق أعاد سلام فيردي عقب توليه العرش سنة 1936 حتى جاءت ثورة يوليو فلجأت إلى موسيقى نشيد الحرية، وهو من كلمات كامل الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب، ولا زال لحنه يستعمل كتتر لنشرة إذاعة صوت العرب، ثم استبدلته بسلام جمهوري آخر هو لحن أغنية أم كلثوم والله زمان يسلحي التي كتبها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل، واتخذتها العراق نشيداً وطنياً من عام 1965 حتى عام 1981، ثم بدأت مصر العمل بنشيد بلادي عام 1979 بعد أن أعاد محمد عبد الوهاب توزيع موسيقاه. ولبعض المؤسسات المصرية أناشيد وطنية خاصة بها، فللجيش نشيده الذي مطلعه رسمنا على القلب وجه الوطن وكتبه فاروق جويدة ولحنه كمال الطويل، فيما أبقت الشرطة المصرية على أغنية إسلامية مصر كنشيد لها. وهناك النشيد الوطني التونسي حماة الحمى الذي كتبه مصطفى صادق الرافعي ولحنه زكريا أحمد، وكان مرشحاً كنشيد وطني في مصر سنة 1936، لكن اللجنة المنوطة بالاختيار رفضت، وبعدها أخذته تونس كنشيد وطني لها بعد إضافة بيتين لشاعرها الكبير أبو القاسم الشابي. وعالمياً يعد النشيد الياباني كيمياجو أقدم نشيد وطني في العالم، حيث بدأ استخدامه في عام 1880 بينما كتبه مؤلفه في القرن العاشر الميلادي. أما النشيد الوطني الأمريكي فتم استخلاصه من قصيدة للشاعر فرانسيس سكوت في عام 1814 ولحنوه على أنغام أغنية بريطانية معروفة، وتم استخدامه رسمياً عام 1931. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.